بقراءة أشمل وأوسع مع الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني طبعا ملاحظين أن المنتدى بيكبر كل عام، والنهاردة يمكن بيشارك أكثر من 500 عارض و30 ألف زائر، وعدد كبير من الشخصيات العالمية والمعنيين طبعا بأسواق الطاقة، وطبعا مناصب رفيعة بتشارك في ده. شايف إزاي أهمية حدث زي ده في ضوء ما يشهده العالم من تقلب بقى سواء في أسعار الطاقة وأسواق الطاقة ونقل وإمداد الطاقة؟ هو الحقيقة يجب أن نشير إلى أن هناك قصة نجاح الحقيقة حققها قطاع البترول خلال ال8 سنوات الماضية من خلال جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية لهذا القطاع تحديدا، توجت بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بل وتم توقيع بعض الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز المصري وأيضا الغاز المكتشف في المناطق الاقتصادية في المياه العميقة لبعض الدول الأخرى لتصديره إلى أوروبا. ومن هنا بيأتي الاهتمام الغير مسبوق من الاتحاد الأوروبي وحرصه على حضور هذا المؤتمر وأيضا مؤتمرات اللي بيعقدها منتدى غاز المتوسط. يكاد يسلسوا كمان مفاوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة جاية بكرة مصر. بالضبط، لأن هو احنا وقعنا اتفاقية الحقيقة معاهم لتصدير حوالي 7 مليار متر مكعب من الغاز المكتشف في منطقة شرق المتوسط. احنا واسرائيل اعتقد في خطة ما يسمى ريباور يورو من حقل ليفيثان، وطبعا وايضا حقل افروديت القبرصي. عشان كده انا اشرت قلت الغاز المكتشف في منطقة الشرق المتوسط في المياه العميقة تحديدا. الحقيقة طبعا بدأت الحقيقة قصة النجاح اللي انا اشرت اليها بدأت بالإعلان طبعا عن اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وحينها أعلن رئيس شركة إني الإيطالية نصا أن اكتشاف الشركة لأكبر حقل غاز طبيعي في شرق المتوسط قبالة السواحل المصري من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لمصر وفقا لمفاهيم استقرار الطاقة. وإذا الحقيقة قالوا في عام 2015 وهو يتحقق الآن. والحقيقة ما كانش فيه فقط جهود فنية لتحقيق الاكتشافات، لكن صاحب تحقيق الاكتشافات الحقيقة تحرك سياسي ودبلوماسي بدأ طبعا يعني يجب أن نشير إليها، لقمة لاجتماعات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وتكوين نموذج للتعاون الإقليمي الحقيقة حظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي، وشجع الشركات البترول العالمية إلى ضخ استثمارات كبيرة. ثم تم تتويج ذلك التحرك السياسي والدبلوماسي بتكوين الحقيقة منتدى غاز شرق المتوسط اللي تحول فيما بعد إلى منظمة حكومية دولية بتحرص الدول الأوروبية والولايات المتحدة على المشاركة فيه كمراقبين، وانضمت إليه أخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب أنا بس أتوقف مع حضرتك. النهاردة المهندس طارق مولا وزير البترول قال أن صادرات مصر من البترول ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي لتصل ل 18.2 مليار دولار، وأن مصر حققت فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل ل 3 مليار دولار. احنا الصادرات بتاعتنا دي طبعا وفقا لاخر دي اخر تصريحات وزير البترول، دي غاز فقط ولا في غاز واشياء اخرى؟ وهل احنا وصلنا بالغاز ل 18 مليار؟ انا كنت بقرا 9 مليار تقريبا اخر شيء. لا هو يعني بتوضيح هذا الامر طبعا عشان ما يحصلش لبس. أيوة. احنا مصنعي الاساله في ادكو في دمياط بتستقبل زي ما انا ذكرت الغاز المكتشف في المياه العميقه في منطقة شرق المتوسط، لأن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها البنية التحتية التي تنقل الغاز من المياه العميقة إلى محطتي الإسالة في إدكو في دمياط تمهيدا لتصديره.
وبالتالي طبعا مصر بتساعد على تصدير الغاز لأوروبا، سواء الغاز المصري أو الغاز المكتشف في بعض الدول الأخرى المجاورة أو التي لها مياه اقتصادية وحقول تم الانتاج الغاز الطبيعي منها. يعني دي بناخد مثلا زي رسوم كده على تكرير، يعني على الإسالة والتصدير، يعني بجانب صادراتنا من الغاز، صح كده؟ الغاز المصري احنا بناخد طبعا القيمة التسويقية بتاعته بالكامل طبعا، وبالاشتراك مع الشركات العالمية، لان الشركات بيبقى لها نسبة. نسبة طب وصلنا في الغاز لحدود كام كده؟ في حدود كام كمية ولا أسعار؟ والله لو ده وده يبقى برضو كويس نحن نتابع مع حضرتك. يعني هو الحقيقة فيما يتعلق بأسعار الغاز ارتفعت بشكل جنوني يعني غير متصور. كان الألف متر مكعب منذ حوالي 14 شهر، الألف متر مكعب كانت ب $200، تعدت الآن $2000، يعني وبذلك مصر لديها فرصة ذهبية لعمل انتعاشة اقتصادية لو قدرنا نعمل ترشيد لاستهلاك الغاز وقمنا بتصديره طبعا. ودي يجب أن تكون هناك مبادرة وطنية تشارك فيها الـ كل الأسر المصرية الحقيقة. يعني أنا هقول لحضرتك بعض الأرقام، يعني احنا بنستهلك حوالي 62 مليار متر مكعب سنويا، قطاع الكهرباء بيستهلك منه 60%، يعني حوالي 37 مليار متر مكعب. القطاع المنزلي لوحده بيستهلك 40%، يعني حوالي 14 مليار دولار. لو وفرنا 50% منهم ممكن أن نوفر من 14 ل 16 مليار سنويا لو كانت هناك مبادرة تشارك فيها كل يشارك فيها كل المصريين. ده طبعا هيحدث انتعاش قبل كده. ولكن في بديل آخر كمان التوسع فيه، يعني النهاردة بيقولوا أن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وانه تم وضع خطه طموحه مع الشركاء العالميين لفحص لحفر اكثر من 300 بئر استكشافي في طبعا المناطق الحيويه المصريه. اعتقد انه يعني الخطه دي ممكن تنقلنا لو تمت على ارض الواقع نقله نوعيه كمان في مجال تصدير الغاز، ورؤيه حضرتك كمان للمستقبل في الحته دي. يعني احنا ظهر وتم الاعلام مؤخرا كمان عن حقل اخر بيتم العمل فيه الآن، لكن أفاق المنطقة دي سواء في البحر المتوسط أو الأحمر. هو طبعا ده على اللونج ران أو على المدى البعيد طبعا يمكن أن يساعد، ولكن أنا بس بوجه إلى الفرصة البديلة الآن. الفرصة البديلة الآن هذه الأسعار في رأيي لن تستمر طويلا، لأنه مش هيضل الألف متر، لأنه الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى هذا الارتفاع الغير مسبوق، وأعتقد أنه مش هيستمر طويلا. فلدينا فرصة ذهبية الآن ربما لا تتكرر مستقبلا. طبعا مش هتنزل لـ $200 ولا الألف متر مكعب، هتقل صحيح، لكن لا يعني في بعض الأحيان وفي السوق الموازية الألف متر وصلت لـ$3000، لأن أوروبا بتبحث عن أي بديل للغاز الروسي. أوروبا كانت بتستهلك 40% من احتياجاتها من روسيا، دلوقتي بتبحث عن بدائل أخرى. وكانت مصر في أولويات الأماكن التي يمكن أن تكون بديلا للغاز الروسي. جميل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، شكرا جزيلا.